أستاذة سهير زوجها كان عنده جلطة 2016، وبعدين يعني هي كانت بتخدمه زوجها المريض، فكانت أحيانا بتتخلى عليه لأنه طريقته كانت بتبقى صعبة. يا أستاذة سهير، بيبقى في ضغوطات على الإنسان، في ضغوطات الحياة بتبقى شديدة، وإن أنا يبقى معايا مريض بقوم بخدمته، واللي بيبقى عنده جلطة بيبقى برضو فيه تصرفات أحيانا، وإنتي إنتي لا هملاه ولا رمياه، إنتي بس بيحصل لك نوع من الضيق. صحيح الإنسان مفضل له إنه هو ومأمور بإنه قدر طاقتي يملك نفسه عند الغضب، ده المفترض، ده المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمن بيجاهد نفسه. أكيد أنت مش في كل الأوقات كنت كده، لكن أحيانا من بعض الضغوط، من اللي هو ممكن بيتعامل معاكي بيه بطريقة بتبقاش مريحة، فبتضطري أنت بتغضبي عشان يعني عفى الله عما سلف، لا شيء عليك إن شاء الله ولا حرج، افعلي الخير وهبي له الثواب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه رحمة واسعة، وأنه يربط على قلبك، وأنه يغفر التقصير ويغفر الذنب ويجبر التقصير، واصنعي له من الخير ما استطعت. فده يعني دين قد إيه، كله رحمة وكله إنسانية، وكله إذا الإنسان حتى فاته جانب من جوانب وأثر في وقت ما، عنده أبواب مليون باب تاني يعوض فيه التقصير. فإن شاء الله خير، وإنتي قمتي بخدمته ورعايته وكنتي عايزاه يبقى في أحسن حال، فكان من الطبيعي إنه يحصل أحيانا مثل هذه الأمور. فنستغفر ونتوب وندعو لهذا المتوفى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أمين.